مساكم الله بالخير. حلقتنا اليوم في الصميم مختلفة جدا. لقاء اليوم راح يكون مع شخصية يقولون عنها مشاكسة ويقولون عنها بعد انها مثير للجدل حسب الاطروحات اللي يقولها والحكي اللي يقولها، بس اتمنى ان اليوم ما يعصب ويخلينا. بعد شوي راح يكون معانا ضيفنا الفنان والمخرج والمنتج عبد الله السلمان. الفنان عبد الله السلمان حياك الله معاي في الصميم. الله يحييك. اليوم نقول لك الساعة المباركة اللي شفناك فيها. حبيبي احنا ابرك. الله يسلمك. وينك مقل من الظهور الاعلامي او اللقاءات التلفزيونية؟ ولا يقولون انك مشاكس والناس تخاف منك؟ يمكن. لا الاعلامي تدري انا يعني بعض المقدمين شوي يخافون مني، خاف افلت، خاف اقول كلام، انا مو مشفر دائما اقول كذي، عرفت؟ انا صريح يعني. الشيء الثاني انا مشغول هالايام شويه وكذا، فيمكن احنا دائما نتكلم ونقول الصراحه راحه. اي طبيعي، لا تبوق لا تخاف. لا طبعا، وبالنهايه هذا حقك ورايك دائما تقوله. صحيح، اكيد طبعا. في البدايه بتكلم عن الدراما. اليوم الدراما الكويتيه وين رايحه، وانت لك تصريحات ان درامتنا بدات في هبوط. نعم، شوف الدراما الكويتيه انا قلت هالكلام من قبل 3 سنين. نعم، في السوشيال ميديا في اللقاءات. نعم، قلت سياتي يوم. نعم، راح الدراما الكويتيه تخف وايد. نعم، وراح في كثير من الفنانين. نعم، او الشباب الفنانين راح يقعدون على الرصيف لسبب. نعم، لانه في كانوا منتجين للاسف دخلوا. نعم، الساحه. نعم، راحوا قاموا يتبارون او يجاكرون على هالممثل. نعم، انا اعطيك دينار، هذاك اعطيك 4، اعطيك 5. نعم، نعم، الان وصلنا الى مرحله انه خلاص يعني انا ما بيتكلم عن المنتج او. نعم، المنتجين. نعم، الان اصبح الموضوع قليل هالسنه، ممكن الان على الساحه الفنيه ما يجون حتى 6-7 أو 5 مسلسلات. نعم، بس اليوم انت قلت كلمه ابو خالد منتجين للاسف. إيه؟ اليوم كان في استغلال من بعض المنتجين للفنانين الشباب. لا مو استغلال، بالعكس طوروهم بالعجه على قولتهم، خلوهم. نعم، رفعوا اسعارهم. نعم، للهواء يعني. نعم، فوق. نعم، عرفت السمع. نعم، هذا غلط. نعم، غلط يعني انت. نعم، الان يعني انت ممثل. نعم، تعطيه يوصل بعض الممثلين يوصل 70-80 ألف دينار. نعم، وبعض الممثلات صاروا 200 يعني اوفر. نعم، ما اتكلم على حياه وسعاد او يعني. بس مخالد هناك يقال ممكن الارقام هذه غير صحيحه. لا، ممكن حقيقة. انا اسويها بارقام احطها في العقد بس شيء صوري. لا لا، أنا اليوم منتج. عشان الفنان يرفع هذا اجره. انا منتج. نعم، فقاعد يجوني شباب. نعم، يطلب سعر خيالي على. نعم، فيلم او شغله. اقول له يا ابن الحلال انت هذا فيلم شو سعرك انت؟ يقول انا اخذ شري. وحتى لو هو سعره يحطه شري وبالعقد هذا غلط. نعم، نعم. طيب اليوم انت قلت عن في انهيار لسوق الدراما. ايه؟ الكويتي. نعم، تصريح في 2014. ايه؟ وقلت هذا اليوم الناس شافتها. ايه؟ هي نبوءه، هي خيال، ولا ايه؟ ناس يقول لك حتى ممكن ابو خالد مخاوي. لا لا والله لا مو كذي. نعم، انا لاني رجل صار لي 30 سنه بهذا الامر. هذا حصل. ايه حصل، لان. نعم، انا اعرف انت الان انت المسلسل الكويتي انباع على كم محطه؟ على انذبح نفسه 5 محطات. انذبح. نعم، نفسه. نعم، والثلاث محطات. نعم، حطهم كذي يعني كلهم بقيمه محطه واحده. نعم، انت تبيع على كم محطه؟ زول الكويت، ام بي سي، بعض القنوات الخليجيه دبي. فانت لما تجي وتحط لي ميزانيه مسلسل توصل الى 500 ألف او 600 ألف. نعم، او توصل اكثر وتقول والله انا ببيع، وين تبيع؟ على منو؟ وحدك رمضان. نعم، في منتجين هم اللي خربوا السوق ويت على رؤوسهم الان. يت على رؤوسهم في احد المنتجين الله ان شاء الله خلاص الريال مشى وهد الدنيا وماكو شيء، والحين قضايا ودنيا عليه، عرفت؟ ف يعني نقول احنا الان الدراما الكويتيه بدات تعود الان الى وضعها الطبيعي. نعم، انك انت ما يصير تنتج بالسنه 12-14 مسلسل. نعم، واحنا وين كنا كلنا نبيع على 6 دول. نعم، وخوب درامتنا ما تطلع برا. اليوم اخواتي تدخلني في محور، اليوم في بعض المنتجين ينتج اعمال ضخمه. اي 5-6 اعمال اليوم، كان اليوم الناس ممكن توصلها انه غسيل اموال. الله اعلم، احنا لا ندخل في النوايا. نعم، احنا ما ندخل في النوايا يعني. غسيل اموال ممكن في اي مشاريع ثانيه، لكن احنا ما نقول كذي. نعم، هو كان هبه. انا رد هالكلمه على الارقام الفلكيه اللي قاعد تفضل فيها. ايه؟ مطالبات فنانين شباب اليوم توهم طالعين ويطلبون ارقام فلكيه. نعم، نعم، ما هو يت عليهم الحين. نعم، الحين هذا الشاب اللي كان ياخذ مثلا خلينا نقول 20-30 ألف دينار بالمسلسل. نعم، الحين شو يسوي؟ يا يقعد ببيتهم يقول لك خلاص. او خلاص ينزل من اجره. ومو عيب اذا نزل من اجره، ينزل حتى الاجره تمشي يعني. طيب بنتقل للسينما والافلام اللي انت عملتها. ايه؟ اليوم شنو البصمه اللي انت سويتها في السينما؟ شنو النقله بالافلام الكويتيه اللي انت مسويتها؟ اليوم بالعاده في اليوم ناس مجتهدين قاعدين يسوون افلام كويتيه. نعم، عندنا ما زال موجود، ينعرض اسبوعين ماكسيمم بالسينما وباكر يقول لا يلا شيل فيلمك
ماكو تحقيق ايرادات. هذا على منو؟ افلام السينما الكويتيه علي انا ولا اليوم انت؟ لا لا انا فيلمي اقل شيء قاعد شهر. نعم. اقل شيء. اقل شيء يعني هذا 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 السينما موجوده يسمعوني دائما اقول. نعم. الكلام اقل شيء واحيانا يقعد شهر وشيء. نعم. احيانا اليسا قعد شهرين عندي. عرفت يعرض هو الان يعني انت كثير. انا اتكلم عن الايراد ابو خالد اليوم حققت الايراد استصار المبالغ اللي انت دفعتها اليوم تتكلم تصوير افلام خارج الكويت في ايه؟ مصاريف تذاكر سكن. نعم. في مصاريف التذاكر والسكن ايه؟ والامور هذه ايه؟ كلها هل اليوم تغطيت تكاليفك؟ طبيعي اغطي واربح والحين انا قاعد احضر حق فيلم ثاني. يعني شايف انت السادس. شايف اني لقيت نفسك بالسينما؟ لا انا تبيني تلفزيون. نعم. سينما بس بالتلفزيون انت غاط صار لك فتره طويله. سينما اي ما التلفزيون من زمان. نعم. ما سويت الحين قاعد اشتغل. نعم. طيب السوشيال ميديا طلع نجوم حقيقيين ولا نجوم على ورق؟ تتكلم عن ممثلين ولا انشهروا بالسوشيال ميديا؟ نتكلم اللي انشهروا بالسوشيال ميديا. شوف السوشيال ميديا البني ادم. نعم. احنا كناس دائما نبي نعرف ما خلف الغرف او خلف الابواب. نعم. السوشيال ميديا نقل لك ما خلف الابواب. عندما تطلع لي فنشسته تحط مكياجها بغرفه نومها يطلع لي واحد شاب يصور هلا او يصور نفسه انا والله رايح المكان الفلاني. هذا وين؟ هذا خلف الابواب. فهذا شهر الناس هذيله. والا كمواضيع شنو مواضيعهم؟ شو يقدموا لي؟ قاعد يتكلمون بسياسه مثلا؟ لهم متابعين اليوم؟ متابعهم بالملايين متابعينهم. صحيح. نعم. لهم متابعين. نعم. انا قلت لك احنا كبشر انا وانت وغيرنا احنا نبي ما هو خلف الابواب. نعم. خلف في الغرف المغلقه. عرفت؟ وهذه هم اقول لك وان شاء الله هذه هبه وراح تنتهي خلاص. ترى هم يقعدون على الرصيف. صار لنا كم سنه ونتكلم في هذا الموضوع. صار اليوم توه. العام يتكلمون على لا سناب شات مو تو يمكن عندنا بالكويت. اي انا اتكلم على الكويت. زين نتكلم. إيه. اليوم نتكلم صار له يمكن سنتين موجود. إيه. نتكلم عن انستغرام صار له 3 سنوات 4 سنوات. إيه. ممكن اكثر موجود. نعم. وكل سنه نقول هذه هبه وبتروح هذه هبه وبتروح والعالم بازدياد وشغلهم قاعد يمشي وامورهم قاعد تطلع يخلص برنامج يطلع برنامج لهم ناس متابعهم لهم متابعين. انا معاك اليوم مصنفين انهم شخصيات مؤثره بالمجتمع على 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 يعني هو شيء يقدم عشان ياثر. وما عنده شيء هو يقدم لك شويه كوميديا يضحك هو والله أنا اليوم رايح المطعم الفلاني. أنا والله قاعد أحط مكياجي. نعم. أنا طالع شنو المؤثر شنو عندهم؟ في ناس لا يمكن في ناس نعم يقدمون يقول لك أنا مؤثر في مجالي مو شرط اليوم أكون صاحب رأي عشان أكون مؤثر. ايه؟ أنا اليوم مثلا واحدة طلع لك ماشينستات يقول لك أنا والله أسوي مكياج وأسوي مش عارف إيش هذا مجالي فمؤثر على الشخصيات اللي تحب هذا المجال. طبيعي هم لا شك الآن مؤثرين على الناس. نعم. إحنا ما نقول لا هم مؤثرين الآن. نعم. وبالعكس هذا يعني شيء إحنا شئنا أم أبينا هو صار عندنا خلاص هذه الآن كل زمان لناسة فإحنا هم الآن مؤثرين لكن أنا أثق تماماً. لا. هم سينتهون لأن أنا كل يوم أشوف شنو أنت قاعد تسوي كل يوم كل يوم راح أمل منك خلاص. هناك من وصف أن الفاشينستات باقوا سوق الإعلان اليوم حتى التلفزيون ما في معلنين صار اليوم أسهل الوصول للناس أنك تعلن عن طريق فاشينستا أو بلوجر. الشركات المحترمة. لا. اللي قوية ما تعلن عن فاشينستا. فاشينستات وذيل الشباب إعلان مطعم صغير. وخالد هذه الكلمة ممكن تأخذ عليك أنت قلت لي اليوم شركات محترمة. إيه؟ كأنك اليوم تصف أن اليوم فاشينستا كبيرة. لا لا محترمة شركة. لا لا أنا أتكلم. وين المشكلة لو شركة كبيرة سوت إعلان عند فاشينستا وين المشكلة؟ ها؟ وين المشكلة شركة كبيرة سوت إعلان عند فاشينستا؟ ما يسووا. وين المشكلة؟ أنا ما بذكر لك شركات تسوي دعاية. نعم. ما سووا. هو يقول لك أنا ريال مجالي إعلام صحافة تلفزيون. أنا أتكلم كمحترمة يعني كرأس مال قوي. نعم. أما كل مشروع هو محترم. كل مشروع يعني قانوني محترم. نعم. حتى لا يأخذ علي يعني يقول والله بخالد. فلذلك. نعم. تجدهم يعلنون مطاعم يعلنون والله دكان صغير أوكي يأخذونهم بعض الشركات الكبيرة كيأخذون يعني كمجموعة. الفترة الأخيرة شفنا معرض عطور أو شغلة. نعم. عملوا لهم إعلانات وصاروا انتقاد ودنيا وليش وكذا. فهم لهم رزقتهم أكيد يعني. بخالد وينك عن البرامج؟ صار لك فترة أنت ريال قدمت برامج سابقة وكان لك حبكات سياسية جدا جميلة اليوم ليش ما نشوف شغلات سياسية تاريخية في أعمالك سواء كان في الدراما أو كان في السينما؟ كتلفزيون طبعا أنا بعد ما بعت قناة فلاش وخرت على البرامج. نعم. تبي تي دراما دراما لا أستطيع أني أعمل شيء سياسي والرقابة موجودة. نعم. شو مشكلتك مع الرقابة؟ ها؟ شو المشكلة؟ ما يرضون. اليوم الكثير كل ما نسولف مع واحد ما يرضون عنده مشكلة رقابة رقابة ما يرضون ما يرضون لوائح وقوانين موجودة عندها. طيب هم يقول لك لا تسوي كذي إذا جبت لك شغلة سياسية بتسويها أو شغلة قلت رجع لي معود لا ما نقدر. ليش يا شباب؟ الكويت عندنا ديمقراطية وسقفنا عالي ديمقراطيتنا جدا جميلة. نعم. وعندنا
حرية، لكن نعم. إخواننا في الإعلام بالرقابة عندهم مشكلة في قضايا حساسة معينة. إذا بغيت تتكلم عن شيء معين سياسي أو تتكلم عن شيء تاريخي حصل نعم. يقول لك ها لا ما يعني في عندهم نوع من الخوف نعم. ما أدري ليش يعني. وإحنا قاعد نقول لهم يا جماعة افتحوا خلونا يعني نسوي. إذا واحد ثلاث واحد اثنين غلطوا مو كل المنتجين يغلطون أو كذا نعم. خلونا نسوي شغلة يعني فيها نوع من الـ يعني السياسة الشيء الشغلات الاجتماعية اللي ممكن نتطرق لها بجراءة نعم. ومو شرط الجراءة يعني بشيء يعني اجتماعي زواج وحب ومعرفش ايش وفلان تطلق لا خلني اجرأ لأمور معينة الآن عندنا يعني تخيل أنا أقول لك شغلة تفضل. أنا عندي الحين قاعد أسوي دوائر الخطر هو الخطر معهم أنا سويت اسمه دوائر الخطر عندي أن جملة تنقال أنه والله معاه حبوب لقينا حبوب الاخوان الرقابه قال اتكفى لا تقول حبوب شيلوها طيب شو اقول له عنده شنو شلون اوصلها شلون انا اوصل هذا مباحث ولقى عند الريال حبوب بيقول حق صاحبه ترى معاه حبوب زي شو اسوي اكيد ابو خالد عندنا فنانين حقيقيين قاعدين في البيت فنانين حقيقيين قاعدين في البيت اي في شنو حلهم مشكلتهم مو زمنهم للاسف خالد العبيد قاعد بالبيت خالد فنان لا زال فيه طاقه عرف ابراهيم الصلال قاعد في البيت لا زال طاقه يعطي الصحه والعافيه زين عندك محمد المنيع قاعد في البيت ما يحضرني الان اسماء نحمل منه منتج يعني حتى داوود الان تقريبا قاعد في البيت نحمل منه المنتج ولا نحمل اليوم حتى تلفزيون الدوله ممكن يتحمل هذا الشيء يتكلم اليوم انت على رواد الفن الكويتي نعم استاذ محمد المنيع استاذ خالد العبيد ابراهيم الصلال ثقل استاذ ابراهيم الصلال فنانين اسسوا الاعلام نعم. او اسسوا الفن الكويتي صح اولا على المنتج نعم عرفت شلون نعم. وترى ذيلا يعني شوف فنانين ذيلا الله يطول ترى ما يطلبون مبالغ وايد اكيد ترى ما بالعكس هم يبون يشتغلون بالحب لان على زمن قبل احنا قبل شنو نشتغل كم يعطونا على المسلسل نعم. 30 حلقه ما يعطونك حتى 200 دينار نعم. ومستانس فيهم المشكله في المنتج عرفت في المنتج تلفزيون الكويت ولازم يلتفت لهالسالفه بس تلفزيون الكويت المشكله يعطي منتج منفذ حق فالمنتج يقول لك انا اجيب ابي فلان عشان اسوق لو التلفزيون يفرضون عليه يقول ترى اجيب الرواد الاواريب فلان 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 حطهم لكن سابقا انا كنت اسمع ان تلفزيون الكويت يفرض ساعات اسم مخرج يفرض ساعات اسم لا بطل لا, لا 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 حتى بالسابق ما كان هذا الشيء لا لا بالسابق اذا كان انتاجه اما بالمنتج منفذ يقول لك انت عطني اسماء مخرجين المخرج وعطني اسماء ممثلين نعم والله هذيلهم اوكي خلاص وقع عليهم انك ما تغير هذيل انت اعطيتني موافق عليهم التلفزيون نعم. واعطاك الميزانيه عليهم قال لك خلاص لا تغير اي تغير لا سمح الله صار ظرف مرض الممثل تغير اما يفرض عليك لا ابو خالد في حلقه سراي مشيت وخليتنا اي ودنا نعرف الاسباب الحقيقيه ليش خليتنا مو احنا ما ودنا نعيد الموضوع ودنا نعرف شوف ترى انت سؤالك هذا شوف أنا من طبعي قلت لك أنا مو مشفر لا. أنا أتكلم لا. زين ما أحب المذيع اللي قدامي يكون نوعا ما نفسية ويحاول يقلل من حجمك بالعكس أنا كنت مذيع وكنت أجيب عتاولة السياسة اللي هم الأعضاء وكذا فكنت دائما أعطيه حجمه وأداحره بس بحجمه لا. اللي حصل أنه أنا حسيت انه الاخت يعني الله يعطيها العافيه وانا ترى مو نعم. زعلان عليها وعادي نعم. ان حاول يعني حاول تطلعني انا شرير نعم وتبي بدر محارب طبعه هادي طيب بدر صديق يعني لانه نعم. والله انت كذا وانت يا بدر انت واحنا ما ادري ايش راح يطلع منك فانا ما حبيت بس بخالد حتى نكون منصفين انا اليوم موجود في هذه الحلقه انت موجود صح نعم في بدايه هذه الحلقه قبل حتى لا نبدا التصوير ايه؟ يمكن المذيعه زميلتي نوره عبد الله حاولت تسلم عليك لا ابدا لا 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 امامي ترى انا لا دشيت ويا بتليفونك قالت السلام عليكم وانت كنت لاهي في تليفونك لا هي تليفونك هي الظاهر انك كنت لاهي بتليفونك فانت ما سمعت يمكن ما سمعت هذا الامر في شيء شخصي بينكم؟ لا لا والله ما في انت تكلمت في هذه الحلقه وقلت انا اذكر في زمان واذكر في لقاء وانت تذكرين وكنت مع المنتج الفلاني وكنت تعملين هذا كلام انا اقول لك اللقاء صار وين؟ اللقاء صار في زول الكويت وكان معانا باسم عبد الامير نعم حلو وانا كنت رايح قبقة هو الوزير ونادوني ياسر العيله قال لي تعال معود كذا قلت له معود انا قال تكفى جينا انا وباسم فهي البنيه استقبلتنا قعدنا الاسئله كلها حق باسم زين انا شنو طرطور قاعد
زين ولو تكلمت انا لا قطعتني وراحت على باسم. طيب ما يصير كان في شيء وانا ما اعرفه والله. نعم يعني حتى لو كان ما اعتقد المعد يعني كان مجهز او يعني حتى لو كان المعد يجهز احيانا انا مذيع يعني كنت انت حتى لو المعد قاعد يقول لك اقطع او مثل فوق الكنترول يقول لك لا اكمل انا ضيف قاعد اكيد. فحسيت انه وبعدين انا قلت حق باسم شغله هي مثل ما تقول قاعد دافع عن باسم. نعم ما يصير تدافعين انا الضيف هو اللي دافع عن نفسه. وباسم اخوي وعزيز يعني بالنهايه الامور طيبه ماكو شيء. لا لا والله ماكو شيء والله نسيت الموضوع انت ذكرتني لازم اذكرك. اي والله ماكو شيء والله لا بالعكس بتكلم معاك في موضوع يتعلق في المنتجين كونك انت منتج. اي بعض الفنانات صرحوا اننا تعرض مضايقات من بعض المنتجين. حلو بالاخر في بنات تقول احنا تم علينا تحرش من بعض المنتجين. نعم هل فعلا هذا يحصل؟ يحصل نعم يحصل ما انكرك ما انكر ان ما في تحرش في يصير بس يبقى على البنت. على البنت يعني هي البنت اذا انسانه تفتح لها المجال تعال تحرش فيني. ها هي تفتح لها المجال تعال تحرش فيني. يحصل من بعض المنتجين ضعاف النفوس اللي ما عنده ثقه زين اللي على باله هو منتج بفلوسه يبي يستانس مع الممثلات ويروحون يردون وكذا. هذا يحصل وزا انا ما حصل يحصل من سنوات يعني هو في يحصل في بعض المنتجين كذي نطلع نروح مدري ايش كذا. البنت الممثله اذا كانت هي جايه موهبتها اذا فلان تحرش فيها بتروح تلاقي منتج لا يقدر موهبتها يقول لك لا هذه نجمه هذه تستاهل. وياما انا شباب وبنات طلعتهم والحمد لله لا تحرش فيهم ولا كذا وليش انا طالع الى موهبتها. موهبتها هذه راح تضيف شيء للعمل وطلعت انا عندي ما بذكر اسماء وايد طلعوا عندي بالخطر معهم بالافلام طلعنا. سعدت في لقائك ابو خالد. انا والله اسعد والله حياك الله حظي تمسون على خير حبيبي.